رحل عنا وإلى الأبد. هذه المرة عمي إسماعيل خبطو، أول مدرب للمنتخب الوطني ما بعد الاستقلال، وهو المعروف بمغامرته، جرأته، واكتشافه للمواهب، والمتوج بعديد الألقاب. وبرحيل خبطو تفقد الكرة الجزائرية والدها الروحي، وواحد من أهم القامات الرياضية النادرة، الذي أبدع بامتياز في التأطير والتوجيه على مدار 6 عقود في عالم مستديرة. عم إسماعيل خبطو من مواليد سنة 1920 بتكزيرت تيزي وزو، بدأ مسيرته الرياضية منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي مع الملعب الرياضي لبلكور، أين حصد أول ألقابه بتتويجه ببطولة الجزائر العاصمة. وأشرف خبطو كمدرب على العديد من الفرق الجزائرية على غرار مولودية الجزائر واتحاد البليداء وأولمبي العناصر ووداد بوفاريك، حيث يعد المرحوم إسماعيل خبطو من بين أقدم المدربين الذين تحصلوا على شهادة تدريب الدرجة الثالثة. عم إسماعيل خبطو رجل ساهم في التأسيس لكرة القدم الجزائرية، حيث وقاد خلالها النخبة الوطنية آنذاك في 7 مناسبات، من بينها فوزه على الفريق الوطني لألمانيا الديمقراطية. ها هو يرحل عنا ليخلد عميد المدربين الجزائريين، عم إسماعيل خبطو اسمه في سجل من ذهب يحمل في طياته العديد من الإنجازات والألقاب في تاريخ الكرة الجزائرية. وداعا لموهبة أبدعت وتألقت طيلة 6 عقود من الزمن، ليرحل عنا وهو في عمر يناهز 94 سنة.